عظماء رحلوا، نكسر حاجز الزمن والمكان مع عظماء رحلوا. عظماء رحلوا. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن سار على الأثر، أما بعد، إلى رحابكم مستمعين الكرام أقدم لكم سلسلة عظماء رحلوا، مرجعي دفتر الحب المحفوظ في قلبي ومصدري ديوان الإعجاب المخطوط في ذاكرتي. أول عظيم نسطر قصة رحيله ونعيش مع لحظة فراقه، ليس خليفة أو أميرا أو رئيسا، أول عظيم هو صاحب الشفاعة الكبرى والمنزلة العظمى، معصوم شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، إنه محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تمدنا بها من أنواره التي هي عين أنوارك. أشرقت شمس نبوته في مكة، وانبعث صوت الحق من غار حراء، دعا الناس لتوحيد الله، وصل السماء بالأرض والدنيا بالآخرة، تعرض لألوان التعذيب فهاجر إلى المدينة المنورة، قاد الغزوات والمعارك وكاتب الملوك والأمراء، ومرت به الأيام وهو يقوم بواجب الدعوة إلى الله، يبلغ وينصح ويوجه، إلى أن بلغ من العمر 63 عاما، وقف في عرفات الله في حجة الوداع، فنزل عليه قول الله الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلاها على الناس فبكى عمر بن الخطاب، فقالوا: ما الذي يبكيك؟ قال: ليس بعد الكمال إلا النقصان. فعلم الصحابة فحوى الخطاب: إنك ميت فتأهب، سترحل قريبا فتجهز، منتقل إلى جوار ربك فودع أصحابه. عندها خطب النبي في الناس بقوله: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ووالله ما رآهم بعد هذا العام. ظهر البكاء في صعيد عرفات، وانهمرت الدموع وبكت القلوب، النبي يحدثهم ويقول لهم: فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه السبابة إلى السماء، ثم أشار بها على الصحابة وهو يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وفي أوسط أيام التشريق أنزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. فعرف أنه الوداع، وأنها نعيت إليه نفسه، وكان أبو بكر ممن فهم المعنى وشعر بذنو أجل الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. عاد النبي إلى المدينة المنورة وذهب إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم خرج إلى مقبرة بقيع الغرقد حيث الأموات والشهداء، فسلم عليهم وجلس يستغفر لهم ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة،
وكان ذلك اليوم هو يوم الخميس. وما أدراك ما يوم الخميس؟ يوم زار فيه مرض الموت رسول الله السيد الحبيب. ذكر ابن الكثير أن ابن عباس كان يقلب الحصى في المسجد الحرام وهو يبكي ويقول: يوم الخميس، ما أدراك ما يوم الخميس؟ يوم زار المرض فيه سيدنا الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. عاد الحبيب المصطفى من مقبرة البقيع معصوب الرأس، فدخل إلى بيته وعائشة تشكو مرضا ألم بها وتقول: ورأساه ورأساه. فقال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة، من شدة الصداع الذي نزل به واشتدت به الحرارة، حتى أنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي على رأسه. إنه مرض الموت، مرض الفراق، سيغادر الناس ويودع الأمة. ظل أياما على هذه الحالة وهو يتنقل بين زوجاته، فثقل به المرض وأحس بذنو الأجل. انتقل إلى حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، يمشي بين الفضل بن العباس وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عاصبا رأسه تخط قدماه في الأرض. فقضى في حجرة السيدة عائشة آخر أسبوع في حياته، وكانت تقرأ عليه المعوذات والأدعية التي حفظتها عنه صلى الله عليه وسلم، وتمسح بيده رجاء البركة. إنه النبي الحبيب المحبوب الذي يغادر الدنيا ويفارق الحياة. إنه شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة تبكي عليه، الناس كلهم يتمنون شفاءه لأنهم يكنون له الحب العظيم. مستمعينا الكرام، ما الذي حدث للنبي في مرضه؟ وما الذي حصل في آخر أيام حياته؟ نكمل قصة رحيل أفضل العظماء وسيد الأنبياء في حلقة قادمة إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم مع برنامجكم عظماء رحلوا. عظماء رحلوا، نكسر حاجز الزمن والمكان مع عظماء رحلوا. عظماء رحلوا.